قوليلي، أفيناش يلي قلك ترجعي على الدوام؟ هو طلب منك هالشي؟ أمي لا أبداً. حتى أنا جاي أتشكرك على اللي عملته. شو؟ بصراحة أنا مستحيل أني أنسى الشي اللي ساويته معي، لأنه لو ما إجيت هداك اليوم. لحظة اسمعيني، يبدو أنت فهماني القصة غلط. بقصد أنه ما حدا بيساعد حدا لهالدرجة، وأنا ما كنت عم ساعدك لما دفعت تكاليف المستشفى. بهداك الوقت أنت كنت بحاجة، وقانون شركتنا نعطي قرض بهيك حالات، يعني ما كانت مساعدة. ولأنك جزء من مؤسسة ديف للسياحة أنا عملت هيك. وطبعاً كل شهر في مبلغ معين رح ينخصم من راتبك لتسدد القرض تبعك. أنا سيد أبو الكار، منيح إنك جيتي. هاي الورقة هي الموافقة على القرض تبعي، وهاد قرار بزيادة راتبك، لأنه قررت أرفع راتبك. طبعاً رفعنا رواتب الكل عنا. بس يا آنسة، في عدة قوانين لهالمكتب، وأنت كمان في عندك التزامات تجاهه، وبعرف أنك ملتزمة فيها تمام، والإدارة عندها مسؤوليات تجاه كل الموظفين، وأنا ملتزم بهذا الشيء. هاي شركتنا وعم تكبر، عم تتوسع. اليوم آخر الدوام، أنا رح أعلن عن شغلة مهمة للكل.